في البروموهات، لكن حضرتك متعدد المواهب يعني، حضرتك راجل بسم الله ما شاء الله بروموهات ومؤلف ومخرج يعني. بدأت البروموهات ازاي وكواليسها والبدايات في اول برومو ليك؟ وانا عارف ان البروموهات اللي في القناه اتفرجت عليها يعني، يعني اكيد الحاجات القديمه اكيد موجوده يعني، اكيد طبعا حاجات طبعا يعني اكيد حضرتك كان ليك يد فيها، واكيد طبعا كنت بتشرف عليها كلها، لكن انا عايز اعرف بقى البدايه وازاي بقى يعني خرجت من بروموهات لتاليف لاخراج بسم الله ما شاء الله، عشان ما نحسدش تاني مره. احكي لي بقى كواليس. طيب مبدئيا انت، انا كنت بشتغل بروموشن قبل قناه الاهلي في قناه تانية عامه، انا كانت قناه موجوده في المدينه يعني. حصل اول حد جابني البروموشن كانت استاذه نهال البشري، دي كانت اول حد انا وعيت له هنا في القناه، كانت لسه القناه في الوقت ده زي ما بيرجو بيقول كده كانوا لسه يا دوبك طالعين اول حاجه. خليني اقول لك على ان انا عدى عليا ناس مهمين جدا في القناه دي، بالنسبه لي انا كيانات اثرت فيا وشغلنا اثر فيهم. فانا عندي قبل ما احكي لك على التاريخ لازم ارصد لك كم اسم بالنسبه لي عملوا تاثير عليا هنا في القناه. الله يرحمه استاذ خالد توحيد طبعا، الله يرحمه، واستاذ مصطفى جمعه طبعا، ومديري كان اسامه الرشيدي ده اخويا الكبير، وبرجاوي طبعا، والناس اللي موجوده لغايه دلوقتي. بس خليني اقول لك ايه صعوبه ان انت تشتغل بروموشن لقناه فئويه، عشان تبقى عارف ايه الكواليس بتاعه الموضوع. قناه فئويه يعني انت بتعمل بروموشن لقناه ليها ناس محدده بتتفرج عليها اللي هم الاهلاويه مثلا. خليني اقول لك ان ده ثلاث ارباعهم اهلاويه اكيد. فكان الصعوبه عندك ان انت تبقى بتشتغل بروموشن ما يطلعلكش نسبه تعصب، ان انت بتتعصب، فده مش صح في الملاعب، لان ساعتها كانت الكوره كوره، كان الكوره فيها مشجعين، وكان فيها كان فيها حاجات لطيفه ساعتها. وفي نفس الوقت تبقى بتشجع الاهلي، ففي نفس الوقت انت ازاي تلعب المعادله الصعبه دي يا عمر؟ بمعنى ان انت تبقى بتحمس بس في نفس الوقت معاك خط رفيع جدا ما يودكش منطقه ان انت بتثير عداء جماهير اخرى. فكانت دي الصعوبه. مش عايز اقول لك ان الكيان بايع، يعني الكيان نفسه مهم يعني. انا النهارده جاي فرحان ان الاهلي انا عشت فيه 8 سنين، انا مبسوط. كيان ناجح عموما ببروموشن او مش ببروموشن هو ناجح. الحاجة التانية الأهم إنك متشاف، وده مهم إن أنت بتشتغل في قناة متشافة من ناس، ده إحساس لطيف إن أنت تبقى بتعمل برودكت عارف إن الناس بتتفرج. أديك مثل بسيط، عملنا شغل مثلا لكابتن محمود بكر الله يرحمه برضه، كان أول برومو ليه هنا. البرومو ده بسبب وجوده بالشكل ده، هو كان برومو لحد ما كمان دمه خفيف، ده اتعمل بيه اعلان بعد كده، ان وانا طبعا حطيت في البرومو برجاوي، فاتعمل بيه اعلان في شركه اتصالات معينه، حطوا فيه الافيه بتاع البرومو وحطوا فيه اسم برجاوي. اللي عايز اقوله لك من الموضوع ايه، ان انت ازاي تبقى عملت برودكت ترك تاثير ان حتى شركه معلنه تاخد برومو تعمل بيه اعلان شبيه ليه. فده في حد ذاته انت كنت بتتفرج على نجاحك، فما بنزهقش. انا يوم الافتتاح شفت كم شوت فوق انا وبرجاوي، انا الايام دي فاكرها بالبيات اللي قبلها، بقد ايه احنا كنا تعبانين، بقد ايه حاجات بتطلب منك على الهواء، ازاي تعمل برومو بعد فوز ببطوله انت مجهزه وحاطط في دماغك ان في برومو اتعمل تاني لو خسرنا. انت فاهم الموضوع صعب ازاي؟ اه طبعا، ان انت كل ماتش كده، انا مبسوط ان حضرتك تقول الكلام ده، كل ماتش في نهائي كنت بعمل اتنين برومو، اتنين فيرجن، واحد للفوز يا رب كان يتذاع، وهو كان اللي بيتذاع الحمد لله، ان احنا كان يعني ما فيش الفتره دي كانت لو لغايه دلوقتي الحمد لله يا رب، وبرومو تاني للهزيمه لازم تبقى بتؤهل الناس انها تكمل. لغايه دلوقتي ممكن اكون جاوبتك على ثلاث ارباع السؤال لغايه لما فاكرين اليوم ده؟ طبعا طبعا فاكرين اليوم ده؟ طبعا دي الانطلاقه الرسميه، دي الانطلاقه.